افتتح رئيس مجلس النواب عاطف الطراوني اليوم منصة زين للإبداع الثامنة في جامعة البلقاء التطبيقية في السلط، والتي ستخدم 50,000 طالب وطالبة. منصة زين للإبداع التي افتتحت بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية ستوفر للشباب الأردني وطلبة الجامعات الأدوات التي تسهل لهم إطلاق مشاريعهم وإبداعاتهم. وتحتوي المنصة في جامعة البلقاء التطبيقية على ركن خاص بالطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى مساحة لعقد الاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية. كما سيتمكن طلبة الجامعة ورواد المنصة من الاستفادة من هذه المرافق والتسهيلات التي تقدمها مجانا. هذه المنصة وجدت لدعم الرياديين والشباب في الأردن. اليوم لدينا 8 منصات منتشرة بكل الجامعات الحكومية، منها جامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، جامعة الهاشمية ومجمع الأعمال، وبالإضافة إلى زنك الموجود داخل شركة زين في الدوار الثامن. هذه المحطة حتحتضن الأفكار الابتكارية والإبداعية في لدى طلبة الجامعة، وتأخذ بإيدهم حتى يكونوا فعلا منافسين ليس فقط في السوق المحلي بل في السوق الإقليمي والعالمي. والجامعة أيضا خصصت مبالغ مالية في موازنتها تصل إلى 100,000 دينار سنوي لدعم الأفكار الابتكارية والإبداعية لدى أبنائنا الطلبة، وهذه فرصة لهم أن هذه الأفكار يحولوها إلى مشاريع وبالتالي شركات.